معايا دلوقتي أقوى امرأة عربية في العالم يا جماعة، امرأة بتملك العضلات والقوة البدنية، بطلة في الكيك بوكس ومصارعة الذراعين والكاراتيه. باختصار كده ممكن تقول إنها أصبحت من الخوارق، خصوصا إنها حازت على العديد من البطولات والجوائز، وكمان معها ماجستير في التدريب الدولي من أمريكا. معايا في الاستوديو الكابتن إيمان حجاب. كابتن ايمان اهلا بيك، شرفتيني. حضرتك بقى منين وكلميني عن نفسك وعندك كام سنه، بتشتغلي ايه ومتجوزه ولا لا؟ انا مدرسه ثانوي في الاصل في اسكندريه، مقيمه في اسكندريه، واصلا انا من تربيه فنيه. اوكي. اصلي من البحيره بتاعي البارود، مركز قريه الشيخ. عندك اولاد؟ عندي اولاد. قد ايه؟ عندي اهداء في ثانيه ثانوي وعبد الرحمن ثالثه اعدادي. ايه اللي خلاكي تتجهي للهوايه دي؟ هي في الاول كانت جت صدفه يعني، بس اخويا ليا اخ تربيه رياضيه كان دايما بياخدني معاه يعني. بعد كده حبيت اكمل في شرطه يعني، وحبيت ازود القوه البدنيه بتاعتي، فدخلت بدات كاراتيه، بعدين كملت في كيك بوكس، خدت اول وجه بحري. بعدين الكابتن بتاعي قال لي انت ايدك قويه في بطوله كده اسمها ريست، حاولي تجربي يعني، فجربت والحمد لله. اصبحت ازاي اقوى امراه عربيه؟ اقول لحضرتك، هي كانت اول بطوله ليا في مصارعه الذراعين. طبعا كسبت اول الميزان، وكنت بلعب باسم اتحاد الشرطه واخدوني على طول يعني، لما كسبت بطله ميزان وكده كان دراعي اتكسر فاكره. ليه اخترت الحديد والاوزان الثقيله ومش حاسه انها شاقه بالنسبه لك؟ لا بالعكس، انا كان تفكيري في الاول ان في ايام كنت بلعب الالعاب القتاليه ان الحديد ده مثلا اللي بيلعب بيه يعني مخه بيتعامل ازاي مع الحديد يعني، فاكتشفت العكس لما انا جربت التمرين والحديد وازاي بنحت الجسم بالحديد، فاكتشفت العكس تماما، انت بتتعامل مع حجر ويعتبر اقوى حاجه في الارض يعني. تقدري تشيلي قد ايه؟ على حسب كل يعني، انا مثلا اخر حاجه باي لعبه بالخمسين تبادل، وان هاند التارجت بتاعي كان 85 كيلو. دوريني كده. هلعب حاجة بسيطة في الظهر، عضلة الظهر اللي تسمس دورسوي اللي هو المجنس ده اللي جاي كده، ده عضلة أساسية في التمرين بتاعنا. ساي بقى أي حاجة، باور ليفتنج، مصارعة ذراعين، قوة بدنية. فطبعا المفروض بتسخن الأول، أربعين كيلو. أربعين كيلو. أنا أصلاً ما عنديش وزن الوزن ده، فبضطر أعمل كده. مثلاً يعني. وني عضلاتك كده؟ اه بتعرف ترقش عضلاتك كده؟ كل وريني كده. جيبي حد بقى يلعب معاك ريست. تعالى يا اسلم. ترابيزة ريست، خش يا جماعه. اتفضل.
اتفضل يا سليم. زميلي هنا في الاستوديو يلعب مع حضرتك بس. دي الترابيزه المخصصه للريست. دي الريست. اه ما ينفعش حد اي حد يلعب ريست على اي حاجه، لازم ترابيزه مخصصه لازم يسخن. المفروض في مقبض هنا بس ممكن تمسك هنا. طبعا انت بتمسك كده وفي حكم بيظبط الوضع بتاعك وبتقول ريدي جو. غير برافو. طب ايه بقى اللي هتعمليه بالنسبه للكاوتش؟ هي البطوله اللي انا حضرتها. الترابيزه طيب عشان هترمي الكاوتش بعد اذنكم. البطوله بتاعت اقوى امراه عربيه اللي انا حضرتها دي كان فيها ست العاب. في حمل الجريح ما بشيل حد واجري بيه. في اوزان بتشيلها وبتجري بيها. في اوزان برفعها على عرضه 4.5 متر. انت ممكن تشيل اي حد؟ في معايا يا بنت. اتفضلي حضرتك اتفضلي. بتمرن بيها يعني. وبتجري بيها؟ اه بجري بيها، بلعب بيها سكوات مثلا كده. بلعب بيها طعن، بجري بيها مسافة. ما شاء الله. طيب نشيل الترابيزة يا جماعة عشان نشوف ايه تاني حضرتك بتعمليه؟ سينرمي. بس بجر عربية. بسحب عربية. بتجري عربية؟ عربية ايه بقى قد ايه؟ كبيرة. كبيرة. هتعملي حضرتك دلوقتي؟ هتشيل كاوتش. اه كان من ضمن البطوله ان انت بترفع كاوتش مسافه وبترجع بيه. اتفضل. هو الشيل دايما مش كده علشان الظهر. فدايما حتى الحاجات دي بتساعد اي واحده ست مع التمرين، بدل ما بتنزل طبيعي اي نزله ليها ممكن تنزل غلط، فبتتعود تنزل صح مع التمرين، فدايما تخلي ظهر ستريت يعني. طبعا دي ضعيفة جدا يعني. ضعيفة جدا. دي ضعيفة بالنسبة لي. طب في بطولات تانية شاركتي فيها يعني غير انك انت اقوى امرأة عربية في عام 2020؟ اخدت السنة اللي فاتت اول عرب في الالعاب التراثية والتقليدية. نفس الباور ليفتنج بس بدل الحديد حجر مضغوط. اخدت فيها اول الحمد لله. واخدة ماجستير. اول في ميزاني. واول اوفرول. دي بقى الميداليات والكؤوس اللي حضرتك خدتيها. اه تعتبر دي احسن بطولات انا حباها. ايه بقى اللي اتعلمتيه من التفوق اللي انت عاملاه الرياضي الرائع ده؟ يعني ايه اللي اضاف لشخصيتك؟ لا هو اضاف كتير. زي يعني انا واثق ان في تغير تام حصل في شخصيتك. اه من مدرسه ثانوي في مدرسه ثانوي لبطله من اقوى السيدات في العالم العربي. هو الحديد عموما بيدي هيبه للإنسان يعني، بيديله ثقة في نفسه وبيديله دفعة لقدام، بيحس إن هو عنده في عزيمة وفي إرادة. أنت بتتعامل مع حاجة صعب أي حد بيتعامل معاها، في ناس كتير بتخاف تتعامل مع الحديد. القوة بالنسبة لك بتمثل إيه اللي أنت عندك النهاردة دي اللي هي أصبحت يعني جزء من شخصيتك؟ بتمثل كل حاجة يعني. دلوقتي التمرين بالنسبة لي كل حاجة. هدفي حاجات كتير يعني. هدفي زي الخاص ده ان انا ان شاء الله حصري الدكتور عمرو
ان انا ان شاء الله بحضر لبطولة اقوى امرأة في العالم، في ارنولد برو سترونج وومن، دي تعتبر توب في الالعاب، يعني بتجمع كل الالعاب. مش غريبة انك انت ست تقدري توصلي لمركز عالمي كان حكر على الرجال؟ ما فيش حاجة غريبة على الست المصرية. ست مصرية وزيرة ومديرة، وزيرة في وزارات كتير جدا، نائب رئيس محكمة النقد، فمش أي ست مصرية هتلاقيها أقوى ست في العالم، كابتن بالذات إيمان لما بتكون في تحديات. ما أثرش عليك عائليا ده؟ لا خالص، على استقرارك العائلي يعني؟ لا خالص، كل واحد بي يعني أنا فهمت حضرتك مش مرتبطة حاليا، مظبوط؟ لا، الأولاد عايشين معاكي، في حد منهم زي كده بيتعلم؟ لا، ومدرسة واخدهم شوية. هل لعب الحديد او الالعاب الحرب العمليه دي بتحول مثلا انك انت تبقي عندك وقت تبقي زوجه في البيت وكده؟ لا خالص، هل ده مقبول بالنسبه للزوج ان مراته ممكن تبقى بطله؟ عادي، انا كنت بطلة وكنت حامل الشهر الثالث، وحضرت بطولة عالم، بطولة جمهورية، وكانت من اقوى البطولات، رغم انها بطولة جمهورية بس كانت بطولة بالنسبة لي قوية جدا. يعني انا نزلت من على المسرح، كابتن محمد فرج الله يرحمه كان مدرب منتخب مصر، فنادالي بيقول لي ايه التكنيك الغريب اللي انت بتلعبه، يعني لعبت بتكنيك غريب جدا بس كسبت الحمد لله، مين ده يعني. عموما انا سعيد جدا بوجودك معايا النهارده، واحد من الناس، انت واحده من الناس المحترمين اللي احنا بنقدرها وبنحترم البطولات اللي هي حققتها، وبنحترم البطوله انها تبقى اقوى امراه عربيه في العالم العربي من مصر حضرتك، الله فده شرف يكرمك. كبير جدا لينا. البطولة كانت قوية جدا، للأسف إن أنا محدش سمع بيها إلا الوسط الرياضي بتاعي، الناس تعرفني، رغم إنها كانت بطولة قوية لأبعد ما تتخيل. جالي تكريم تاني من رئيس الاتحاد إن أنا أول عربية، أقوى عربية، أكتر امرأة عربية خارقة، ويعني كمان إداني تكريم إن أنا مسكت هنا في مصر تفويض ان انا امسك تنظيم البطولة لاقوى امرأة واقوى رجل عربي. ربنا يوفقك كابتن ايمان، وانا سعيد بكابتن ايمان حجاب بطلة او اقوى امرأة عربية، نورتيني شرفتيني، واتمنى ان احنا نتابع كل اخبارك ونشوف انجازات اخرى رياضية تحققيها ان شاء الله باذن الله. الله يكرمك يا دكتور، ده شرف ليا. وانا بس لو ينفع اقول حاجة للناس اللي بتتمرن، يعني ما تسمعش لاي حد، ما تاخدش تمرينك من اي حد ما تعرفوش. إيه، قبل ما تعمل اي خطوة لازم تشوف انت هتعملها ازاي وجاية منين، ما تقراش حاجة من على النت، مش كل اللي على النت صح، فمش كل الحاجة كيميكال صح، لازم امشي طبيعي هتلاقي الدنيا احسن. دي نصيحة غالية جدا للشباب كمان وللشابات اللي بيلعبوا ألعاب طبعا، قوة أو اللي عايزين يكونوا زي حضرتك. شكرا، نورتينا كابتن إيمان، مرحبا شرفت أنست كابتن إيمان. أنا حبيت أقدمها النهاردة كنموذج يعني رائع، المرأة المصرية قوية حتى في ألعاب القوة، أقوى مرأة عربية من مصر كابتن إيمان كانت معانا النهاردة في واحد من الناس. بشكركم جدا.